السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم على دعاء. هذا الدعاء ينتمي إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. هذا الدعاء يجب أن تقوله 129 مرة، وهو جد فعال لإبعاد المشاكل عليك. يعني إذا كنت خائف من مشاكل ستأتي عندك فقل هذا الدعاء بخشوع وتأمل، قله 129 مرة في جلسة واحدة فيبعد عليك المشاكل كيفما كانت: المرض، الحسد، السحر، العين، الفقر. يبعد عليك المشاكل، يعني كل شيء سيأتيك ولكن لا يؤذيك. الدعاء كالتالي: اللهم إني أسألك اللطف فيما جرت به المقادير، اللهم إني أسألك اللطف فيما جرت به المقادير، المقدرات كلها، كل شيء مقدر، كل شيء مقدر في الأرض. فهمت؟ يعني كل شيء مقدر، أنت تسأل الله اللطف، اللطف بأقداره يعني قدره، يعني كل شيء سيأتيك لن يؤذيك لأنك طلبت اللطف من الله. هذا هو سر هذا الدعاء على كل شيء. وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.